تقول ماذا لو قلت لو ربي وفقني مثلا فكسبت الجائزة تصدقت منها وما حصل الكسب، هل علي إثم؟ مع العلم أني سوف أتصدق من هذا المال وبدونه ليس لي مال أتصدق منه، فما حكم ذلك؟ إذا قلت لو رزقني الله مالا لتصدقت منه هذا يعتبر من النذر، فإذا رزقك الله المال يجب عليك أن تتصدقي منه وفاء بالنذر، وإذا لم تتصدقي منه تركت الواجب وهو الوفاء بالنذر، لأن الصدق طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا لم يحصل لها الكسب ولا جائزة، إذا لم يحصل الكسب ما حصل الشرط، وإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروع، فهذا نذر معلق على شرط، إن حصل الشرط ورزقها الله وجب عليها الوفاء، وإذا لم يحصل لها شيء فلا ليس عليها شيء لأنه لم يحصل الشرط. هو يا شيخ ينعقد نذرا ولو قالت لو رزقني الله الجائزة تصدقت، ولو بأي صيغة من هذا التزام؟ نعم هذا التزام ينعقد نذرا؟ اي نعم، هذا التزام في انها تتصدق اذا رزقها الله او حصلت على الجائزه المباحه، هذا التزام. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نعم.